انا البنت متخلت يوم مع البنت مع الرياجيل البنت تهاوشت مع الرياجيل بالصايب وركبت معهم وانت باتفن على الرصيف ويمشون الرياجيل وانا معاهم وانت قاعد ما قدمت مع خويي منهم يا بندر الزهري الرياجيل منهم الزهري الرعيل اللكز اللي وقفوا وقالوا وش فيك تعاين قلت له وجهك في الشي قال اركب اعلمك وش وجهي وافتح باب الموتر واركب معهم فلكزت وانت قاعد ورا ما قلت يا خويي ورا اخويي واقف من جنبي اصبر ايه يا اصبر 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 اسمع اصبر اصبر خويي واقف من جنبي ويوم جتنا الشرطه في السوق ومسكوني ومسكوك يشيلوني الرياجيل بالجيب وتنحاش تنطلن عولك وتنحاش وتخلي خويك وين المرجله يا بندر يا مركي مركي ها اصبر اصبر علمني اصبر وين المرجله ويني اصبر أنا لا أدخل موضوع في موضوع يا مركي مركي ما بدخل موضوع أما اتغلط لك على بنت عندي فيقس تقول اطردي قحابة أنا ما خاوي قحاب يا بندر طيب أصبر دقيقة أنت دخلت المواضيع اللي بيني وبينك مالي دخل أنت اللي دخلت المواضيع أنت الحين في بثك وجايني مقطعين تقول رخمة ومقدم لك كرامة وش تقولين عني يا شوك تتقول كذاب أرسل لك المقاطع اللي جتني المقاطع اللي جاتك ما جاتك بالرجال لا من رجال على الطلاق لا رجال ويعد رجال على الطلاق لا ما يعد على الطلاق يعد رجال من عد اسمع عد اسمع عد اسمع ارسل لك المقاطع ارسل لك المقاطع عد اسمع على الرجال ارسل هيك لا عد اسمع ارسل هيك عد اسمع ثاني حاجة يوم يجونك الرجال في الطايف تقول هذا رخامة وهذا فيه ولد اصبر 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 ما بنى يا انت المقاطع جتك من من؟ من رجال مالك لزوم فيه لو عد اسم ما عد اسم مثلك اول يوم انك دسيت مثلك اول يوم انك دسيت الحرمه يوم دسيت الحرمه وتسمع فيها وش؟ مثلك اول يوم دسيت الحرمه انت اخترت انت اخترت ما اخترت انا ما اخترتك انت لا ولا هي انا معلحق قلت لده ايه معلحق انا قلت لده شلالات من عمتوك قلت توك اختي وقف وافتخر وافتخر لانها كفو على الطلاق انك تعرف لا افتخر ماني بزيك كل بنت عندك تقول معها بالشقه ومعها بالشقه وش خليت عن مضاوي يا بندر؟ وش مضاوي قحابه عاد نسالني وانت معاها لا تخسى بدري عليك الدورة الرجاء على الطلاق انك معاها على الطلاق انك تعقل على الطلاق انك معاها ايه يا طقعان على الطلاق ما جابها لي انت اركض ثاني انا جايبها مركي جايبنا اللي وراك كلهم مركي. جايبهم هيك مركي اللي وراي جايب يا مركي ايه مركي البخ اسمع اسمع البخ قدمت لك شحم ولحم صح ولا اعرف هرجتك اسمع اسمع اعرف هرجتك ولد اعرف هرجتك اسمع اسمع وعرفت انا لا زين انا لا اجي مركي انا لا جيت اجيب وجهي ما اجيب قفاي ما بلا تدرج يا بندر علي الطلاق ما علي أنا. الطلاق برك للحق ان ابوي ما جاب ما هب انا علي تدري من هو اللي برك للحق علي الطلاق علي الطلاق وانا خنوره إيه؟ لا خلي سعد يبرك للحق قدام عدواد مكل انا ابوي ما جاب رجال خليه يبركني وعد ورح. وعد وعد خطاك وعد خطايا اللي جاب علي الطلاق مثل ما بعتني عشان انا علي الطلاق مثل ما بعتني اسمع اسمع طلاق بندر اسمع اصبر اسمع لا تقوم تقول بعتني ما بعتني هرجي واضح قلت يا بندر واضح هرجي واضح إيه؟ بندر الشرف لا اي وش هو هرجك وش هو اسمع هرجك وش هو هرجك وش هو هرجي واضح قلت الشرف لا تطرقوا له وش وعطيتك ميوت وعطيتها ميوت قلت طيب كلش ولا الشرف قلت لي لا من عمك علي اسمع قل اسمع دقيقه لا من عندك دقيقه ودقيت علي وقلت يا مالك شل الادمن عن توق اسمع قلت توق ما اخطت خل خل في بدايه اترك خلني هرج يوم دخلت عليك توق وش قالت لك؟ اصص وش قالت لك؟ شلون؟ قالت هذا سكران وش تبابه قلت مالك لزوم حلو اي عم عدى الحق انا ما عندي حلو 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 مضبوط عدى الحق نعم حلو وش عدى الحق صح؟ نعم وش قلت؟ دخلت لي طلبت قصه دخلتني صح؟ وش رديت عليها؟ اصبر انا وش رديت؟ اصبر 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 انا ما رديت عليها صح؟ انا وش رديت؟ اصبر خلني انا ما ادري عنك انا وش قلت لك؟ ما تدري دقيت عليك هرجتك في القسط ما رديت عليك دقيت عليك سناب قلت يا مركي ايه شل الادمن عن شوك طيب قلت لا طيب قلت يا مركي شل الادمن عن شوك عن توك
قلت انت لا، قلت تبيعني عشان توك. لا لا ما قلت انت ايه. لا 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 ما قلت. لا 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 قلت مركز. دقيقه على يوم طلعت بندر انا اعرف هرجي، انا اعرف هرجي. طلعت قست وقالت هذا وش تبابه، قلت لها توك حدك كلش ولا بندر مالك لزوم، اسكتي انتهى الموضوع. حلو طيب انت دقيقه انا ما بعتك انا ما بعتك، والرياجيل هنا يعدون الحق. هي اخطت وانت دخلت بالشرف. حلو وعطيتكم وغلطت على امك وبشرف امك، محطكم ميوت وقلت كلش ولا شرف. رضيتها انت؟ رضيت اعطيتها ميوت؟ اعطيتني انا قبلها صح كلكم؟ لا 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 اعطيتكم كلكم سوا ميوت اكيد. لازم اضغط واحد مركي 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 هو مهب كام مركي 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 هو مهب قستات يا بندر مركي مركي وقف 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 علي الطلاق. ثم علي الطلاق انا اني مالي بمشي ها وانت حسين اما جلست كل الحق علي الطلاق اني لحالك شو علي حق؟ اذا علي حق وخطا علي الطلاق اللي يضربك. اسمع 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 اسمع, أسمع. انطحت الشمس علي حق واللي حق عندك علي الطلاق اني حرم علي. اسمع اسمع اذا لك حق عندي على ما يشهدون علي الطلاق اللي يبرق قعود ما انا مواجه خمسه رجال في عد خمسه في رجال رجال من بعدك. لا لا قدام الرجال تختار انت اللي اختارهم. انا ارضاهم اللي انت تختار. انا اللي تختارهم انت. انا اختار اللي عوني. يلا خلي عد خمسه من في بعدك. خلاص اختار خلي عد الحق. انا عد خويي خلاص خلي عد الحق. عد الحق ايه خلي حكم عوني وش كلمه اسمع وشلون نعم نعم علي. انا اقوله انا ما وش اصبر انا ما كنت اصبر بندر اصبر حن بندر مركي كلامي مركي الله خلقنا اسمع سمعتي وين دقيقه اصبر خلني بشبك سمعتي اصبر اصبر خلني بشبك سمعتي دقيقه مركي انا بمشي اسمع اسمع يا بندر أنا ما انكرت خرجتها طلعت قست وقالت هذا سكران أيوة. وش تبابه حلو نشتبه. نعم أنا عدة صحيح وش دخلها بيني وبينك وش دخلها يا بندر أنا عدة صحيح حلو قلت لها بندر خط أحمر مالك لزوم فيه كلش ولا بندر سمعت الكلام هذا ولا ما سمعته رديت عليها أنت حلو وغلطت في الشرف حلو وش انا هرجتها وشيء قدام الله وخلقه نعم هي غلطت قالت تعاقب انت وياها تعاقب انت ما عاقب الا شاربك يا بندر خلى عاقب ولا ما عاقب لا 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 وش قال وش قلت انت ما ادري ايش قلت وش انا اعلمك الصحيح دقيقه انا ما لو ان الحالي صح تتسبب يا ولد لكن انا معي رجع علي الطلاق انه دقيقه مركي 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 أصبر أصبر علي الطلاق انه معي يا ناس علي الطلاق مركي مركي علي الطلاق انه فلبث من بدايته لنهايته انا علي الطلاق انه في بدايته من نهايته لا طيب من بدايته لنهايته طيب انا عد الحقيقه طلعت وقالت هذا سكران عدل. ما تشوف لسانه ثقيل وش تبابه حلو قلت لها بندر عوده قلت بندر اسمع قلت بندر خط احمر مالك لزوم وانتهى الموضوع طيب حلو طيب رديت انت عليها دخلت في الشرف طيب. ردت هي غلطت على شرف على رديت عليها وش قلت يوم دخلت في الشرف وش قلت انا وش قلت وش قلت على طول قلت هذه انا ما ودي هرجي يحضرونا وش قلت وش قلت على طول قلت فكروا بخشمتي قلت هذه كعبه في بيتك عام جبه ما قطعت اكثر جبه على ما يشهد عندي 949 شخص انا ما انا ما عندي انا ارضى الرياجيل اللي كانوا في البث انت جاك مني مقطعين يا مني لحالي كيف ما ترضى ما يجيك مقطع واحد يا مني قلته ما جاني ما ادري انا ما جاني ايش دريني ليش ما يا بندر يعني انا كذاب شوف السنابك ابرسل لك المقاطع شوفها لا لا تعال 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 انا بمشي على الطلاق مدس وجهي وانا خنوره تعال تخيل البل وانا بندر
خي حي عينك. الطلاق مدس وجهي انا ان امي لقطتني في الشارع. شوف سنابك، شوف سنابك. اسكي علي الطلاق مدس وجهي ان امي لقطتني في الشارع. علي الطلاق مشوف اللي تعدى عدت الحرج بس انت ما تطعم العلم. علي في السناب وشنهو عدت السناب قلت لك اول، قلت انت تهرج وتقول حرمة ومقدم للشعب عدها الحين قدام. اسمع اسمع ولد، بس اللي سنة ما جاء الف غير اليوم. ان شاء الله قدام يجي. مرة يجي إن شاء الله. وعلي الطلاق انسان لك حق. اسمع مركي، علي الطلاق انسان لك حق. عد عد يقول هذا ما برجال. اسمع أدل. وهذا حرمة ومقدم أدل. لك كرامة وهذا يسمى حرمة وش وانت يا شوق. دقيقة قلت. نعم قلت. دقيقة نعم قلت. دقيقة نعم دقيقة قلت. وانت نعم يا شوق اعطيت آدمًا في بثه وترى مغر عشان مدري ايش ومدري ايش انا موجودة. نعم ليه؟ قلت ليه؟ نعم قلت. لكن انت انا لحظة انا ما بعتك أنت. يا بندر الهرج يا بندر بندر أنت صل على النبي. الهرج الواضح واضح. الهرج الواضح واضح. حنا ما حنا في السيارات، حنا في بث مركي. الهرج الواضح واضح يا بندر. ايوه حفا عليك. الهرج الواضح واضح واضح. اسمع انا قلت هي غلطت وقالت شكران مضبوط. نعم عد الحجز. وقلت لها يا توك كلش ولا بندر خط احمر صح ولا لا؟ طيب دقيت على اصبر انا بعدك الهرجه كلها دقيت. حلو يا بندر ورديت. اسمع ورديت انت عليها وتكلمت ودخلت في الشرف. انت غلطت في شرفها هي وهي غلطت في شرف امك وخواتك. محطك انت ميوت ويا ميوت. لا دقيقه الحق قال. لا لا اسمع شوف انا ما رد انا ما تكلمت في الشرف. أنا قلت عطني آدمك فهمت؟ ما عبرت معك رحت تدرجها يا ما عبرت أدمك ما عبرتني أنا أصبر ما عبرت طيب. أصبر أصبر ما طيب. عبرتني أنا رحت تدرجها يا صح؟ رحت وكلمتك سناب قلت يا مركي فك شل الأدمن عن طيب. توك قلت أنت ليش؟ قلت يا ولد فك الأدمن عن شوك توك ما طيب. توك قلت أنت لا ماني بشايلي قلت يا ولد شل الأدمن عن حبه قلت مالك شايل. ايوه قلت بيع. اصبر اصبر طيب. اصبر اصبر طيب. اصبر قلت بيعني عشان قحبه. قلت لا لا ما إيه؟ قلت لا 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 انا على لا 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 ما قلت لا 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 ما قلت ابيعك بندر. انت تخبر بندر مركي انت مركي انت مركي تعرفني مركي زين مركي. اسمعني ما هو انا اللي ابيع. اسمع اسمع بقول لك شيء. اصبر اصبر اسمع انا ما ابيع احد. الطيب ما بيعه لا ولد ولا بنت. اعطيك اياها زبد. دقيقه 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 ما قمت دقيقة دقيقة ما قمت صيمي. طيب اصبر اصبر خلني خلني بسمع دقيقة يا طراد. وش قلت انا؟ وش قلت؟ وش قلت؟ الرجل يسمعون ترى عندي 1084 شخص. وش قلت؟ انا عندي 1000 بعد. اي اصبر اصبر وش قلت؟ طيب ايوه طيب قل وش رد علي دامك تسأله. قل وش رد علي؟ يلا هص وش رديت على انا؟ لحظة 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 سمعني يوم قلت ايه؟ سمعتني يا انفاعي؟ سمعت يوم قال ايه؟ ها خلاص يقول انا الصدق ما قلت يا بندر. بندر مركي ما قلت مركي مركي قلت مركي دقيقة مركي مركي دقيقة دقيقة. اغلى الالف اللي عندك وانت ولا الالف اللي عندي وانا؟ لا والله الاغلى امي. افقدني امي اغلى ما عندي. ايه ها انك قايل لا علي الطلاق ما قلته. تدري ليش قلت يوم اني خساره اني عشيت؟ لا لا يا بندر ما هو انا اللي اقوله وانت تعرفني زين. اصبر اصبر دقيقه دقيقه انا تدري ايش قلتها؟ في ناس جو وسوا اساءه وظن فيني قالوا هذا حباب هذا. يا أنا بندر ما كلام يا بندر بندر غبنت. أسف أسف يا مركي 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 أنا صار بيني وبينك زاد وملح والزاد بندر. الملح ترى ما يهون دقيقة. على بندر ما يهون دقيقة على دقيقة. أصبر أصبر, أصبر, أصبر صح ولا لا؟ أنت اسمع أصبر تطرد أصبر اسمع أصبر دقيقة أنت تطرد حرج. في بثي ما عمري قلت لك ليش تطرد فلان أوكي
يوم حصلت ما طلت غير ما علي منهم ولا جيت قلت ليش تطرد فلان حلو طيب لا تعدهم إيه لا طردت وانت ما طردت اركض يوم الموضوع يوم الموضوع عد واحد كفو وطردت يوم الموضوع تشعب عد واحد كفو انا طردت اسمع 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 عد واحد كفو انا طردت يوم الموضوع تشعب للشرف ما جلستك دقيقة.